انا بقول لهم مبروك لكل زمايلي اللي اتكرموا النهارده، مبسوطه جدا ان احنا نتكرم في وشوشه بلدنا الحلوه اللي احنا بنحبها. انا مبسوطه بيكم انكم منورين النهارده. انا مش عاوز تزعل مني ان انا قلت حاجه غلط عملوها غلط، بس انا كنت بقصد فلسطين عشان اهل بيتي فلسطينيين. طبعا عايزين نوضح الغلط جه منين، من فكره العزاء لما قلت لا ده حاجه عاديه طلعت مني زي اي بني ادم بيقول كلام تلقائي، وانت عارف ان انا دايما اتكلم كلام تلقائي من نفسي، مش محتاجه ان حد يقول لي. نعم. يا اختي اتحسدت؟ ما اتحسدتش ليه؟ ما انا بقول لك نزلت الشورت من هنا، كنت لسه بقول يا هادي يا رب، ما لحقتش اقول، نزلت من على السلم كله كر. انا حصل لي ايه؟ انزل لكم زي ما نزلت لكم الشورت؟ هنزل لكم حصل لي ايه؟ حصل لي ايه؟ بكره بقى تتدب فيها رصاصه ان شاء الله بكره. ايوه بقى، ايوه بقى يا ناس، يا شر كفايه قر، ما تبصيش كفايه. رامز جلال السنه، لو النبي لو النبي لو النبي فعل الله ولا فعلك، فعل الله ولا فعلك، ده انا مستخبيه من الدنيا كلها، وتقول لي مستخبيه ليه؟ من الدنيا كلها عشان خاطر رامز. طب انت السنه دي ممكن نشوفك في رمضان ولا لا؟ انت بتشوفوني كل يوم انا معاكم، انتوا فاكرين انا سيبكم؟ انا على قلبكم. انت منوره الدنيا. على قلبكم. قلت ان اهل بيتك كلهم من غزه، ايه الموضوع؟ وتقولي ايه كمان لاهل غزه النهارده؟ أهل غزة بقول قلبي معاهم، يعني أنا يعني بنتي غزاوية، وأنا يعني صاحب من كل قلبي، حتى لو مش غزة إحنا أي حد بننزل عشان مش كمان غزة يعني، طبعا ودي بصفة خاصة عشان بنتي. أكتر حاجة خايفة منها إيه وخصوصا في الفترة اللي إحنا فيها المتقلبة دي؟ أنا مش خايفة من حاجة، مصري مصري زي الفل. في السياسة حتى في حياتي الخاصة؟ لا في حياتي الخاصة زي أي مصري عايش فيها، أنا زي أي مصري عايش في بلدي، انا بلد اللي بتحبها مش اللي بتتلاعب فيها، اللي بتحبها. مين؟ على تيك توك اللي بتستفزك. لا انا لساني طويل، انا واحده معروف ان لساني طويل، انا مش هقول لك لساني قصير ولا او ماما وبابا ونناه، ما عنديش الكلام ده خالص، انا عندي اللي على القلب على لساني وبقوله في اي حته. اكيد ان هي مش كويسه عشان كده استفزتني وشتمتها. هنادي بنتك، وانت عاوزه ايه يا وليه بالظبط؟ يلا سلام. هنادي بنتك شبه ياسمين صبري وجوجينا. الله اكبر، الله شبه نفسها طبعا، هنادي شبه نفسها ويشرفنا طبعا لو هي شكل الناس دي، بس انا اولادي زي القمر، هيطلعوا لمين يعني؟ هيطلعوا لمين؟ الله اكبر، ادي قرة اهو، يخرب بيتك اهو.